بعد زيارتهم لأكثر من 70 دولة حول العالم، عائلة أمينة تدخل تاريخ السفر في الجزائر. أصبحت عائلة أمينة التي تنحدر من الجزائر العاصمة والمكونة من الأم أمينة وزوجها وأبنائهم الثلاث أول عائلة جزائرية تتمكن من زيارة 80 دولة حول العالم كأول عائلة في الجزائر تحقق هذا الرقم. وتتطلع أمينة رفقة عائلتها بعد زيارة كل هذه الدول على غرار الإمارات، عمان واليمن في شبه الجزيرة العربية، إلى صربيا، فنلندا وألمانيا في أوروبا، وصولا إلى كولومبيا، بوليفيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأخيرا زيارتهم لجمهورية مدغشقر إلى مواصلة هوايتهم المفضلة وزيارة كل دول العالم، خاصة بعد تحصلهم على جواز كيتس وينيفيس الذي يسمح لصاحبه بالدخول ل155 دولة كاملة.